نعم، كما تعلمون وفي بيانات رسمية أصدرتها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في 20 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إحباط هجوم بالسيارات المفخخة، وتمكنت من قتل بعض مرتزقة داعش ممن حاولوا الهجوم على مخيم الهول. من ضمن هؤلاء اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أحد هؤلاء المرتزقة ممن كانوا يحاولون الهجوم على مخيم الهول، بناء على الاعترافات التي حصلت عليها قوات سوريا الديمقراطية من هذا المعتقل حول مكان هذه الأسلحة أو مخازن الأسلحة التي يعتمد عليها خلايا مرتزقة داعش للتزود بالسلاح. قامت قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بمداهمة مزرعة بالقرب من قرية قيروان التابعة لناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، وتمكنت من العثور على هذا المستودع. بناء على تلك المعلومات، هذا المستودع كان يحوي على كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمتفجرات، كشفت عنها قوات سوريا الديمقراطية اليوم نعم. بالصور وبعض مشاهد الفيديو، وأيضا قامت بإصدار بيان حول تفاصيل تلك العملية قلناها سابقا، بناء على ما نتج عن حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول من اعتقال نعم. مرتزقة داعش من يعملون كخلايا وأيضا المعتقلين في عمليات أمنية، بأن عمليات قوات سوريا الديمقراطية ستكتشف المزيد من مخابئ نعم الأسلحة سيد أحمد، نعم المزيد. بحسب البيان كما ذكرت قسد، أو بحسب بيان قسد، ما هو شكل المخطط الإرهابي لتنظيم داعش الذي كان ينوي القيام به؟ يعني بحسب اللقاء الأخير الذي حصلنا عليه من القيادية دلبرين كوباني في مكان عرض هذه الأسلحة، كان من المخطط أن تقوم خلايا مرتزقة داعش بمهاجمة ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة الحسكة، وأيضا ناحية الهول الواقعة في الجهة الشرقية من مقاطعة الحسكة، وانتشار هذه ستقوم هذه الخلايا بمهاجمة هاتان المنطقتان وتقوم بالانتشار في هذه المنطقة، ومنها ستقوم بمهاجمة مخيم الهول بالإضافة للمناطق المجاورة لمنطقة تل حميس ومنطقة الهول باتجاه الحسكة وباتجاه القامشلي. لكن هذا المخطط بالعثور على هذا المخبأ للأسلحة والاستيلاء على هذه الأسلحة، تم إحباط هذا المخطط الذي كان يستهدف ناحية تل حميس وأيضا المنطقة الشرقية لمقاطعة الحسكة في ناحية الهول، وإفشال مخطط إخراج أسر مرتزقة داعش من داخل مخيم الهول بهذه العملية. نعم، كما ذكرت وما يلاحظ أنه بعد حملة الإنسانية والأمن بدأت خلايا داعش بالتحرك في عدة مناطق كدير الزور ومناطق بريف الحسكة، على ماذا يؤشر ذلك برأيك؟ يعني بالتزامن مع العملية الأمنية التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية ومع انتهاء حملة الإنسانية والأمن مرحلتها الثانية، ازدادت هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمالي وشرقي سوريا، وهذا ساعد خلايا مرتزقة داعش أن تتحرك بشكل أكبر في هذه المناطق. تريد خلايا مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التركية التي تقوم بدعم هؤلاء المرتزقة أن تبين لقوات سوريا الديمقراطية بأنها لا تزال موجودة في هذه المناطق، ويمكنها التحرك بشكل وبأساليب مختلفة في مناطق شمالي وشرقي سوريا. نستند بهذه المعلومات إلى الأسلحة التي وجدتها قوات سوريا الديمقراطية. بين تلك الأسلحة كانت أسلحة تستخدم فقط من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، هذه الأسلحة فقط مخصصة لهذا الجيش وهي تستخدم من قبلها، من بعض هذه الأسلحة أسلحة رشاشة وأيضا القنابل اليدوية وأيضا بعض قاذفات أو الصواريخ المضادة للدروع. تريد دولة الاحتلال التركي من خلال ذلك ومن خلال تحرك خلايا داعش في المنطقة أن تبين لقوات سوريا الديمقراطية أنها قادرة ولا تزال موجودة وتتحرك في مناطق شمالي وشرقي سوريا. فكما تعلمون بالتزامن مع تلك العملية يوم أمس قامت دولة الاحتلال التركي باستهداف سيارة كان يستقلها اثنان من المسؤولين في الإدارة الذاتية، أدت إلى استشهادهم، أعلنت عنهم الإدارة الذاتية يوم أمس. جميع هذه المعطيات تدل بأن دولة الاحتلال التركي تسعى لإعادة تنشيط خلايا داعش في هذه المنطقة عبر دعمها سواء من الجو باستهداف مسؤولين في الإدارة الذاتية أو وجهاء المجتمع
المجتمعيه في شمال وشرق سوريا، او عبر استهداف القاده في قوات سوريا الديمقراطيه من الجو، وتحرير خلايا داخل مناطق شمال وشرق سوريا من جهه اخرى. نعم، وضحت الفكره. شكرا لك السيد احمد محمد، صحفي في وكاله هوار للانباء، كنت معنا من شمال وشرقي سوريا. شكرا لك على هذه المداخله.